الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا يا ربنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوة لا ترد. احيانا لما الانسان يجي له فرصه ويضيعها منه وما استغلهاش صح، الناس تلومه وتقول له الفرصه جت بين ايديك وانت ضيعتها وما استغلتهاش صح. لو كنت استغلتها صح وما ضيعتهاش كانت ممكن تنقلك نقله تانية في حياتك. في رمضان مش ليك فرصه واحده بس عند ربنا سبحانه وتعالى، انت ليك 30 فرصه، انك ليك كل يوم في رمضان عند ربنا سبحانه وتعالى دعوه لا ترد. الدعوه دي ممكن تغير حياتك وممكن تحل لك جميع مشاكلك. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فطول ما أنت صائم وبالأخص قبل الإفطار لك عند الله سبحانه وتعالى دعوة مستجابة، دعوة لا ترد. لذلك بنحاول من خلال هذا البرنامج، برنامج دعوة لا ترد، إن إحنا كل يوم نتعرف على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونحاول نعرف معنى هذا الدعاء، ونجتهد على أنفسنا إن إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا بهذا الدعاء أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار وفي كل وقت. والدعاء يا إخوة الذي معنا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء بيستعيذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مصائر شنيعة وميتات صعبة ومهالك مؤلمة. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث كعب بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله فيقول، ركز كده في الدعاء وحاول تحفظ الأدعية دي معايا وتسجلها ورايا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك من الحرق والهرم. أكرر الدعاء مرة ثانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك من الحرق، وأعوذ بك من الهرم. دعاء جميل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله عز وجل فيه من مصائر شنيعة وميتات صعبة ومهالك مؤلمة. وأحيانا البعض منا لما يسمع شيء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يستبعد أنه هو يحصل له هذا الشيء الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: عم الشيخ أنا مثلا ما بروحش مصايف، هموت غريقا إزاي؟ والبيوت بتاعتنا الوقت بيوت متينة، طب هموت مثلا تحت الهدم إزاي؟ يا حبيبي، كون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأشياء، أنت يجب عليك أن تستعيذ بالله عز وجل منها. الوقاية خير من العلاج، وأنت لا تعلم ما هو الشيء الذي كتبه الله عز وجل عليك وقدره لك. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من أن تقع في هذه الميتات الصعبة وهذه المهالك المؤلمة. لذلك شوف أول حاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله عز وجل منها، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم. الهدم ده عبارة عن إيه؟ الهدم ده أن يقع أو يسقط على الإنسان شيء من بناء وغيره فيهلك، إن هو يقع عليك حاجة فتهلك بعدها وتموت، ده اسمه الهدم. والقصص في هذا الباب كثيرة. يعني عندنا في المنصورة بنت كانت ماشية، بنت جامعية ماشية في الشارع، وناس من اللي بيطلعوا الزلط والطوب والرمل في الصناديق الموجودة الآن ويسحبوها من أعلى. فالبنت ما خدتش بالها، فهم بدأوا يملأوا الصندوق مثلا بالرمل وبدأوا يسحبوه من أعلى، فهي ما خدتش بالها ومرت من تحت الصندوق. قدر الله عز وجل أن ينقطع السير فيسقط هذا الصندوق على رأس هذه الفتاة فتموت في الحال. ده اسمه ايه؟ ده اسمه هدم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحصل الآن في غزة، البيوت التي تسقط على رؤوس إخواننا هناك الآن في غزة، ده اسمه هدم.
فأنت عندما تستعيذ بالله عز وجل وتقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم، بتدعي ربنا إنه هو يحفظك من أن يسقط عليك شيء فتهلك، وده أمر والد مش أمر مستبعد. لذلك الوقاية خير من العلاج. ادعي ربنا سبحانه وتعالى إنه هو يحفظك وإنك تحصن نفسك من هذه المهالك المؤلمة بهذا الدعاء. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأعوذ بك من التردي. التردي ده عبارة عن السقوط أو الانزلاق من مكان عال كالجبل أو كالسطح أو ما أشبه ذلك، إن واحد يبقى واقف في مكان عالي فجأة يسقط ويموت في الحال. وسلم يستعيذ بالله عز وجل من التردي. والقصص في هذا الباب كثيرة، وياما سمعنا عن أطفال كان واحد منهم واقف في بلكونة يطلع يبص من على سور البلكونة ما ياخدش باله يقع الطفل، منهم اللي مات ومنهم من أصيب بإصابات خطيرة. وقصة أنا أعرفها وقصة حقيقية حدثت عندنا في القرية، إن أحد أصحاب الأموال كان عنده برج 11 دور وكان لسه بالشطف، فهو طالع في دور من الأدوار يشوف شقة من الشقق. فلما طلع في الدور ده كان الفتحة بتاعت باب الأسانسير أو الأسانسير لسه ما كانش ركب، والفتحة كانت فاضية. فبعد ما خلص ما خدش باله من فتحة باب الأسانسير، حط رجله فيها سقط فمات. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تردي. فأنت عندما تستعيذ بالله عز وجل فتقول وأعوذ بك من التردي، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من أن تسقط من مكان عال فتهلك. واحد ماشي في الشارع في حفرة لم يأخذ باله منها سقط فمات. لذلك وأعوذ بك من التردي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الغرق، يعني ايه؟ أن تموت غريقا بالماء. شباب رايحين يصيفوا عادي وفرحانين ومبسوطين، واحد منهم نزل الميه الموج كان عالي فجأة غرق. فما تستبعدش حاجة زي كده، تقول لي يا عم الشيخ طب أنا ما بروحش مصايف علشان أموت غريقا مثلا بالماء. يا حبيبي أنت لا تعلم ما هو الشيء الذي قدره الله عز وجل وكتبه عليك. إعصار ليبيا دانيال اللي حدث في العام الماضي 2023، شوف الإعصار ده لما حصل، حصل إيه في ليبيا؟ أكتر الناس اللي ماتت ماتت غرقا بالماء. هي الناس دي كانت متوقعة إن هي تموت غرقا بالماء؟ ما كانت متوقعة. فأنت حصن نفسك وقل اللهم إني أعوذ بك من الغرق. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأعوذ بك من الحرق، أن تموت عافانا الله وإياكم محروقا بالنار. ده من أصعب الميتات، نسأل الله حسن الخاتمة. أن تموت محروقا بالنار، وده مش أمر مستبعد كمان. يعني واحد نايم في أمان الله في الشقة بتاعته، حصل بس ماس كهربائي في الشقة، فلما استيقظ استيقظ على حريق هائل لم يستطع أن ينجو بنفسه فمات. قصة حدثت حقيقية، أم أخ زميلنا كانت واقفة في المطبخ بتطبخ، فجأة انفجرت أنبوبة الغاز، اندلع حريق هائل في الشقة ولم تستطع أن تنجو بنفسها، دخلت إلى المستشفى وبعدها بأيام ماتت بعد أن أصيبت بحريق من الدرجة الحالية. فادعي ربنا سبحانه وتعالى وقول أعوذ بك من الحرق، أن تموت محروقا بالنار عافانا الله وإياكم. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأعوذ بك من الهرم. في ناس كده لما تكبر في السن بتضعف قواها وتسقط، فيعجز عن بعض الطاعات ويتكاسل عن البعض الآخر. وفي ناس كده لما تكبر في السن يبدأ زي ما هم بيقولوا يخرف ويذهب عقله، ومبقاش عارف حد من اللي حواليه، حتى أنه لا يعرف أحد من أبنائه. فأنت عندما تقول وأعوذ بك من الهرم بتدعي ربنا أنه يحفظ عليك قواك العقلية والبدنية عندما تكبر في السن، وده من أعظم النعم وأجل النعم. فالدعاء اللي كان معنا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ فيه بالله عز وجل من مصائر شنيعة وميتات صعبة ومهالك مؤلمة، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك من الحرق والهرم. عايزك تدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا بالدعاء ده، وتحصن نفسك من المهالك المؤلمة دي بهذا الدعاء. فالوقاية خير من العلاج. نعيش مع دعاء آخر غدا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء.
وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علقي الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟